بعد الاستماع للنشيدين الوطنيين يستعرض قائدي البلدين تشكيلة للحرس الجمهوري، تقدم في هذه الأثناء التحية الشرفية. أكيد والجزائر بدبلوماسيتها الرسمية بقيادة حكيمة لرئيس عبد المجيد تبون ستعطي إن شاء الله وجها آخر للقمة 31 التي ستكون تحولا مفصليا في مسار وعمل الجامعة العربية. وبالحديث عن الدبلوماسية والدبلوماسية الرياضية، العالم اليوم كله يضبط ساعته بتوقيت قطر التي ستحتضن التظاهر الرياضي الأهم والأبرز في العالم، مونديال قطر 2020. أكيد أن الجماهير العربية ستكون في الموعد لتعيش أجواء هذا الحدث الهام. الآن أمير قطر يستقبل من طرف أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والوفد الجزائري المستقبل يتقدم وزير الشؤون الخارجية السيد رمضان العمر. بدوره رئيس الجمهورية يصافح الوفد الرسمي المرافق لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. أكيد أن الجزائر سوف تدعم دولة قطر في احتضان هذا العرس المونديالي الذي قال عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أنه سيبهر العالم نظرا لما حضرته قطر للعالم أجمع. إذن حضور رئيس القطري للمشاركة في أشغال القمة اعتبره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون محفزا لمزيد من التلاحم ولم الشمل العربي. يأتي ذلك نظرا لتطابق الرؤى المتوازنة وإبعاد لغة المصالح المعتمدة من كلا البلدين في إدارة وتسوية النزاعات. والآن الرئيسين يصلان إلى القاعة الشرفية الرئاسية ليتواصل استقبال ضيوف الجزائر قبل انطلاق أشغال قمة جامعة الدول العربية اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة 31 مساء اليوم بقصر المؤتمرات. طبعا الحديث يطول بين